انت منين؟ من لبنان. أنا من بيروت، وأنت؟ يا نهار ازرق. يا جماعة فينا نفتح الدبل، يعني إذا ممكن، إذا ممكن احنا يا نهار أبيض، هما امتى صار 5000؟ وضعنا في خطر. في دبل، خلي بالكم، في دبل والله، طلع في دبل. انت بليز حد يفتح الدبل. يا حبيبي يا محمود، الدبل لا ما يروحش بقى، ما يروحش ما يروحش ما يروحش. مودي انت شو محتواك؟ ايه قاري بس رسالة على الواتس ضحك. الله يخرب بيتك. ايه عن رشروش؟ مين رشروش؟ رشروش هتقرأي لي كومنتات؟ أخرج وأنت عيش مع الكومنتات. لا خلص. أيوه أنا شايف الكومنتات كلها، بس يعني بقرا بعيني. بس أنت واحد يقول لك قولي له كذا، لا ما تقوليليش. ماشي، مش هقول خلص. لأني أيوه خروف. أيوه ماشي ماشي، شكرا. لك جرحك انت من احكامك قوي قوي، ولا يعني قاسي، ولا روحية قلبي يا روحية. ايه؟ احكامك قاسي ولا لطيفة؟ لا آسيا، احكامي آسيا الصراحة، يعني احكام انعاش. لا ليش كده؟ والله يعني الصراحة انا احب رح ادلب احكام صلخ. يعني تعرف تاكل شطة؟ ما لا ما بيسوالي، انا بموت، انا بموت اذا اكلت شطة، بموت. يا عمري انا بموت، انا بموت. عن ليش؟ جد انا ما بيصير عندي، واو ممكن بس بطل تقربي الكاميرا عليك شوية. هو انت كده. بتعدلي في ايه؟ احنا فاتحين بس. ايوه صح. ايوه صح، انا لسه واخده بالي. 2023 هتيجي شكلها عامل ازاي؟ ده انا لازم اولع سيجاره، ده شكله يوم مهبب. انت ممثل شي؟ برضو رجعت تقرأي كومنتات تاني. لا ماشي، باركي انت، لا انا عاوزة اعرف اذا انت ممثل، يعني فكرتك اذا انه مشهور، لانه مش هيك سألتك هيدا السؤال اذا ممثل. لا لا مش ممثل. عبد انا مش الرحمن، حاسة. روحية، محمود، حسونة، ميرو، حب كبير، حكم الأول. ايوه عندك شطة؟ انه موت، انا لا شو تاكلي حكم؟ تاكلي 3 معالق شطة. هو انت ليه بتعملي انت ايه؟ جايب 20000 ولا ايه؟ يعني مش فاهمة، كلهم 7000. ماشي، كنت جبتهم محكومة عليا وانا انفذ. الحكم الثاني، شكله كيف؟ اوكي تاني، الحكم اعملي لنا خيمة، ايه يعني خيمة؟ شو يعني؟ يعني تجيبي عليكي ملاية كبيرة تحطيها عليكي كده اكنك خيمة. ألف على حالي شي؟ لا ما تلفي على حالك، بس تحطيها على راسك وتكون طويلة كده، وتبقى عليكي زي الخيمة كده، اكن خيمة واقفة. ما عنديش والله، ما عنديش. بتحلفي بالله ليه؟ ما عندكيش بطانية، ما عندكيش مفرش سرير، ما مفرش انت بتقول للسفرة. يكون، انت قلت لازم يكون واقفة، يعني تكون واقفة، اما البطانية هتنام، هتنام ازاي معلش؟ يعني هي مش هتوقف كده، يعني مش هتدلها واقفة، هي هتنام. هتتغطي بيها. بص حضرتك هتجيب البطانية تحطيها عليكي ايوه كده اتغطى تنزل. فيها، ما انا قلت لك اتغطى فيها، قلت لي لا. ايوه، روح هاتي بطانية وتعالي وانا افهمك. ماشي هاجي، وقف، قوم اوقف. لا بس تتغطي قبل ما تقفي عشان ايوه يعني ماشي، استنى. خلي بالك بقى، اركن التليفون على جنب وهات البطانية وتعالي. ماشي ماشي، ده أيام غبرة والله، أيام غبرة.
انا مش عارف انتوا مالكم في الكومنتات كده سايحين على بعض ليه كده. قولوا المنار جاي لك، خليها تحكي حدوته. انت ايوه منسق. لا ما تديرش وشك، انا متغطية ما تخافش. ثبتي التليفون بقى، ايوه بصي بقى، حطيها على راسك وتنزل عليكي كده. اكلي اتغطى كلي. ايوه جدع جدع، تغطي كلك. ايوه نزلي بقى، نزلي نزلي كله. ايوه اتغطي كده لمدة جولة. انت هتنزل انا عارفة. لا لا مش هنزل صدقيني، انا قاعد معاكي. طب ما تقنع. جدع جدع. اشيله لا ما تشيلوش، خليه. يعني يا ما فيش اصلي ما عنديش في الحب. أشيل لا لا دقيقتين دقيقتين، لازم تفضلي كده دقيقتين. يعني ما فيش أصلي ما عنديش في الحب الضر دي حقيقة دي حقيقة يعني يا دي حقيقة دي حقيقة. ايه ده؟ هو علق ليه؟ ده بص على ايه ده، خير ان شاء الله، خير خير الله. يا اخي احساس صعب اول لما تحس انك مغفل كده، والله احساس صعب، احساس صعب. منار مش زهرة لي، مش انت لسه سلطانة لسه. معلش ما انا معفنه اصلا. طب الجديد فين الحكم بقى، فين الحكم؟ يعني انت بقالك ساعة، عم بلعب والله، سكرت ملف 1-10-0. اقسم بالله اتحرمين ادخل معاك. لا ولو لا هي مداهم هيك، لا هيك يا مداهم، عيب عيب يا عشان سلطانة، انا في حد تاني؟ عشان انا قلبي طيب تستغل تشبتي مش بس انا عايزك تنضفي. تستغل تشبتي. انا عايزه ابقى معفنه، مالك فيا؟ فين الحكم؟ انا حكمت عليك تقفلي بس، تروحي تاخدي دش وتبقى معلش ترتاحي. انا كنت بلعب وعندي ظروف مش قادره دلوقتي، بس انا حلفت وهنفذها عندك ظروف؟ خلاص. اه ظروف والله فين اللي تمنعك عن الاستحمام يا بنتي؟ شكلك معرجة، كنت اه عرفت ازاي؟ ريحتك طافحة في شفت البس، خربت. شفت الله يخرب بيتك. طب ايه يا جدعان ده، يا جدعان استغفر الله العظيم، عليها حكم مش عارف. سالي مش زهراء يا جدعان، اللي انتوا عمالين بتقولوه ده مش ظاهر لي، اقسم بالله ما ظاهر لي. يا ريت نفهم، يا ريت نستوعب اللي انا بقوله. ايه ده؟
مين دول؟ ثواني نجيب مين 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 مين